ينسب لأصحابه. وأنا قلت جوه في الاحتفالية التوقيعية إنه مجتمع التجار هو طبعا عزيز علينا كلنا، لازم يكون عنده شعور بالعرفان تجاه المهندس إبراهيم عربي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الحالي والاتحاد الحالي، علشان فكروا في هذه الفكرة لمصلحة التجار على مستوى مصر. إحنا النهاردة بنعمل حاجة حقيقة للتاريخ، أكبر شركتين تأمين في مصر وأعرق شركتين تأمين في مصر، مصر تأمينات الحياة بقى لها 120 سنة، مصر تأمين حاجة و80 سنة، والاثنين مملوكين للدولة، ومجموعة مصر القابضة للتأمين بتتعاون مع أكبر كيان تجاري في مصر اللي هو الاتحاد. التفاصيل الفنية سيأتي ذكرها لاحقا، لكن أهم حاجة نقول النهاردة بس إنه التفاصيل آسف التوقيع بهذا الشكل يعتبر سبق ويعتبر اختراق، و هيعود الفايدة على ملايين التجار على مستوى مصر، سواء كان في الحماية الشخصية للأشخاص والأفراد أو حماية الممتلكات. البوليصة بتغطي الحياة، بتغطي الممتلكات، بتغطي كل الأخطار اللي ممكن تحدث للتاجر أو المنتسب لنا في غرفة الاتحاد العام للغرف التجارية، سواء تاجر أو صانع أو مؤدي خدمات. أكبر بوليصة تأمين بحيث العدد المشتركين، إن إحنا بفضل الله منتسبين حوالي 6 مليون منتسب على مستوى الجمهورية كلها، ولو اعتبرنا إن إحنا بنغطي العمالة وبنغطي أسرهم هنوصل لعدد كبير يمكن يوصل ل 20 مليون.